في النجف سجلت اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. المصاب أحد طلبة العلوم الدينية من الجنسية الإيرانية ويقيم في المدينة القديمة. دائرة صحة النجف قالت إن الكشف عن الحالة تم خلال قيام الفرق الصحية بالتحري عن الزائرين والطلبة، وقد وجد الشكوك لدى هذا الطالب وأرسلت مساحات منه إلى الفحص المختبري، وقد أظهرت نتائج التحليل إنه حامل للفيروس. الطالب بحسب صحة المحافظة دخل العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين. تربية النجف من خلال مديرها العام سارعت بإعلانها تأجيل امتحانات نصف السنة التي تجري الآن إلى إشعار آخر خشية تفشي الفيروس في المدينة، وقررت السلطات العراقية في وقت مسبق تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران اعتبارا من الخميس الماضي وإلى إشعار آخر كإجراء احترازي بعد انتشار الفيروس في إيران وبعض الدول المجاورة.